أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا أهمية التنسيق العربي لتحقيق التكامل الزراعي وتنسيق الخطط الزراعية العربية عبر الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة على حدة. أوضح وزير الزراعة أيضا أن الهيئة تساهم في تنفيذ مشروعين في مصر، هما شركة الفيوم لصناعة سكر البنجر والشركة العربية لحفظ وتصنيع الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا. أشار كذلك إلى أن الهيئة أكدت أن مصر تقع على رأس الدول العربية الجاذبة للاستثمار الزراعي نظرا للخطوات التي اتخذتها لتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى أنه تم خلال اجتماعات الهيئة استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال الأمن الغذائي، وعلى رأسها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.